اقعدوا لشو تعود بقتوا بالشباك انتوا اتركوا مره اتركوا عينا حدا نزع لي فطار الروماتيزم الا بسببك بس بقى قولي مرت عمي قولي شوفوا اجتماع عائلي بدون ابو طمزه وبتفهموا علي ابو طمزه راح على كليه طب الاسنان اصلا لو رجع ما له حيل يحكي عفرتي طب بدي قولي لي خير مشان شو جامعتينا هالجامعه الحلوه بديع مدري شو عيلته واحد اثنين انا طلع معي سائل زلزلي بركبي لحظه هي عم تقوليها وتزلزلي على زلزلي اللي بتقصديها انت سائل زلالي يهق بالركب تروحوا قتل شو سألها خلوني كمل حديثي وابو طمزه راح على كليه طب الاسنان رح يعنوا عليه تجارب الله يعلم شو مخبرنا كمان والمعنى ما تعمي المعنى انه هذا الدكتور باينته ناجح شحط لهلا ما عرف شو في مع بديع ايه بس ما في غيره دكتور بيجي على البيت ثلاث مرات وبيعمل له للمريض ابره وب 250 ليره لا تخاف مو شفاه حيوان هلا نحن دائما هيك اللي بيتعامل معنا منيح بنقول عنه حيوان وغشيم صحيح هو عمر عينا بالكشفيه بس خرطنا بالتحاليل صرنا حاطين شي 1500 ليره تحاليل ايه بس هي التحاليل بدك تعملها بدك تعملها لانه حبيبي اولا واخيرا زمن الدكتور العلامي والاوراق هلا صاروا عم يعتمدوا على التحاليل وعلى العلامات الملموسه هذه مو لعبه فوتبول الواحد يضرب مندل مظبوط بس الدكتور الفهمان دغري بيحدد لك التحاليل اللي بده اياها مو بيقول لك كبل مكوبه والمقصد المقصد بنحط شويه مصاري زياده وبناخده على دكتور مختص وانت كمان امي لازم ناخذك على دكتور مختص انا بدبر حالي باخذ ابا مننا ندفع حق الابا معلش بدبر حالنا منبيع لك شو بدنا نبيع امي ليش عنا شي نبيعه منبيع التخوت وعلى شو بدنا ننام على الارض ما في احلى من نومه الارض نسينا الارض الا طول عمرنا من نام على الاراضي امي الله يرحمها وصفنا مثل اليبرا ننام روس وجري وعلى طول كارز ترقع لنا الجرابه بالبيضه فوت بيضه وترقع ايه اصلا نومه التخت مو مريحه نومه الارض مريحه كثير بتمده للظهر مدد بتمده انا نومه الارض ما بتواتيني ما بحسن نام غير على تختي ايه لانك جاي من امنه تردام انت مو من ام الطنافس ام الطنافس مو مهبتك كل شوي تنطي لي تهتيني فيها مرت عمي ما بسمح لك خلصنا اذا بعنا تختين بكفي وبركه لما كفوا انا ما عم يوجعني شيء وبدي نام على تختي بكره بس امرض ببيعه أمي أنا بالنسبة إلي حق تختي بكفي وبيزيد أجار دكتور بينباع ب 1500 ليرة عاد وأنا ما بدي شي غير تزيد المفاصل